درس جديد في بلندر. من التريكس اللي بتعلي ليفل الريليزم هو الايدج ماسك. ايه هو الايدج ماسك؟ انا بنفصل الايدجز زي ما موجود حاليا في الصوره بحيث ان يكون الايدجز ممكن نضيف لها دست او صدى او اي ماتيريال اخرى. في ثلاث طرق عشان نضيف الايدج ماسك. الطريقه القديمه كانت البوينتنس، ونضيف طبعا بعدها ماب رينج او كولر رامب. الطريقه الثانيه هي الامبنت اوكلوجن. الطريقتين طبعا بيؤدوا الغرض، ولكن ما بتكونش نتيجة واقعية، ولو الموديل مش اوبتمايزد فبتكونش النتيجة هي المطلوبة زي ما موجود حاليا. لكن البيفل نود اللي هنتحدث عنها النهاردة دي اللي بتأدي الغرض وتكون النتيجة واقعية زي ما احنا شايفين. وطبعا هيكون عندنا الايدج ماسك هكذا. هنكون نود جروب. خلينا نبدأ من البداية. ده كده فيرست، أضيف هنا ماتيريال، أسمي دي تيست. هنضيف أولا بيفل نود، هعلي سامبلز نقول وليكن 16، ثم نضيف جيومتري، وهنستخدم هنا نورمال، وهنختار هنا فيكتور ماس، فيكتور ماس دوت برودكت ملتي بلاي دوت برودكت. هنضرب البيفل في النورمال، بعد ذلك ببساطة هنضيف الماب رينج. ماب رينج الفاليو هنوصلها بالفاليو عشان نشوف تأثير الماسك. نوصل هنا بالبيز كولر. طيب بالنسبة لي المينيمم فممكن نقول هنا من 1 إلى 0. طيب طبعا ماسك هو عندنا باللون الأبيض، هنزود كده شوية المينيمم والبوينت وليكن 7. طيب كده احنا واضح عندنا ان الماسك ده، عندنا الماسك كده اصبح عندنا الماسك للإيدج. بنزود الرقم ده ونقلله على حسب، هيكون هنا بوينت 8. طيب عشان الايدج ما تكونش منتظم بهذا الشكل، هنضيف هنا في الراديوس نويز تكتشر. فاضيف نويز تكتشر، شايف طبعا هنا في الموديل هنا في نويز تكتشر، يعني الايدج مش منتظمه، فهنضيف نويز. بعد كده ملتي بلاي ماس، لان النويز لو وصلناه مباشره هكذا فاحنا شايفين تأثير أكتر من لازم، فاحنا عايزين نقلل التأثير، فنضيف هنا multiply multiply ونقلل التأثير ده وليكن بوينت تو بوينت تو. السكيل هنقول هنا السكيل 50 والديتيل 5 أو 10. طيب ده كلام سليم. بنزود طبعا هنا على حسب، طيب احنا كده وصلنا الى النتيجة المطلوبة. ونكون الايدج ماسك عندنا. طبعا احنا ممكن نضيف هنا دي ماتيريال الاولى وليكن ميتاليك ميتاليك. هنضيف هنا ميكس شيدر ميكس شيدر. الماسك هكون طبعا في الميكس، وهنا هنقول وليكن ديفيوز باللون هذا، والبيس كولر هيكون هكذا، وميتاليك رافنس بوينت 1 بوينت 2 ميتاليك، ثم
كنترول ال الاثنين هيكون نفس الماتيريال. طيب عفوا نفس الماتيريال. طبعا ظاهر هنا الماسك هنختار طبعا عشان نستخدم الماسك ده في ملفات اخرى. نختار الجروب او النودز ديت بالبي سيلكشن ثم كنترول جي جروب تاب ونسمي ده ايدج ماسك نود او توتال جروب انسينج. طيب ده كده الماسك. طبعا عشان نتحكم اكتر نضيف نقاط للتحكم. انا ضايف هنا هضيف هنا السبريد. هنضيف هنا كده في الفاليو هنضيف السبريد وهنضيف ال المينيموم ده هكذا. فنسمي ده سبريد وده سترينث وده تكتشر ويتاب. بتغيير القيم ديت ممكن نزود الماسك ونقلل الماسك عن طريق نود واحدة هكذا. ده من أهم الدروس في بلندر إلى تعلي الرياليزم. أتمنى يكون هذا الدرس مفيد وأتمنى يكون الدرس واضح، وإلى اللقاء في عدة دروس قادمة في بلندر.